ومش هسكت على حاجه ديت. يعني ممكن اقبل اسلوب الضغط على المنافس، اقبل ان يبقى في ضغوط على المنافس، لكن تشكيك في وطنيه لا. لو هتضغط على المنافس اقول لك انا تضغط عليه ازاي، تضغط محلي ازاي، تضغط افريقي ازاي، لكن بالشكل ده لا. يعني بغض النظر لازم يبقى في وقفه، ولازم تبقى في وقفه جاده بجد على كل الاتهامات او كل التجاوزات او كل انتشر الموضوع، انتشر